السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر عادل فتحي، حبيت أقدم لكم فيديو تعريفي بوضح فيه طريقة شرح السد الإنجليش والإنجليش في الريدنج والرايتنج بأسلوب مبسط ومميز. عملت قاعدة بيانات شاملة للسد عشان تسهل على الطالب الفهم والمذاكرة والمراجعة لما يكون لوحده بعد الحصة وفي أي وقت، وده عشان أنا كاتب كل شيء قمت بشرحه أثناء الحصة أو بقوم بشرحه أثناء الحصة، ولأن الطالب ممكن ينسى شرح المستر تاني يوم قمت بكتابة شرح كل مسألة بطريقة مبسطة يفتكرها الطالب. وفي نهاية كل حصة الطالب بيستلم نسخة من الدرس، يعني نسخة من قاعدة البيانات اللي أنا بفرق عليها دلوقتي من نفس الجزء اللي اتشرح في الحصة. بس دلوقتي هوريكم فكرة عن أدي هنا ما الريدنج، وده ده الباب بتاع الريدنج والباب بتاع الرايتنج. الريدنج مثلا أول شيء بوضح في الريدنج الاستراتيجيات الخاصة التي يجب على كل طالب معرفتها قبل البدء في قراءة القطعة، وده عشان يسهل على كل طالب باختلاف مستواه، كل الطلبة باختلاف مستواهم في اللغة، عشان يتمكنوا من حل أسئلة القطعة العشرة بسهولة بدون معرفة كل كلمات أو معاني كلمات الموجودة بالقطعة، لأن في كل قطعة بتظهر كلمات جديدة، وهنتعلم إزاي ممكن نعرف معاني الكلمات باستخدام في أسلوب اللي هو البريفكس والأفكس والصفكس والأبندكس، أسلوب أنا بقوله للطلبة إن شاء الله عشان يعرف يرجعوا الكلمة للروت بتاعها لأصلها ويعرفوا يجيبوا المعنى بتاعها ويشيلوا منها أي أبندنكس أو أفكس أو صفكس، بيقدروا بيرجعوا لأصل الكلمة ويعرفوا معناها. وبخصوص الاستراتيجيات دي برضو في طريقة عشان نبص للأسئلة العامة اللي بتيجي في الريدنج، يعني لازم أولا بخصوص الريدنج لازم الطالب اللي هو غير مؤهل تأهيل مظبوط تبص اللي إيه بيخسر درجات معينة في الريدنج وبيعتقد إن هو حلها، وهو متأكد تماما إن هو حلها بطريقة عشوائية ومش عارف إن هو هياخد الدرجة بتاعتها سليمة ولا لا أو صحيحة ولا لا. لكن إن شاء الله بيتعلم بعد ما بيعرف الاستراتيجيات، بيتعلم وبيعرف ازاي هو حل بعد ما يطلع من الامتحان هيجيب كام. كمان هتشوفوا في القطعة انا عامل دراسة طولية هنا اسمها horizontal study. دي يعني ايه دراسة طولية؟ يعني في اللي قلنا الاسئلة المعينة اللي بتيجي في الريدنج بتبقى الاسئلة دي الطالب بيخسر درجاتها. يعني زي مثلا هديكم فكرة نضغط عليها نبص نلاقي زي السؤال مثلا بيتكرر في كل قطعه which choice provides the best evidence for the answer to the previous question. ده السؤال على طول بيجي في القطعه. والسؤال الثاني in the line مثلا في السطر الفلاني الخامس او العاشر او العشرين كلمه مثلا school او كلمه كذا بتعني ايه. اسئله الجراف اللي هي الرسومات البيانيه بتروح من الطلبه، لا بنتعلم ازاي ان هو اول ما يخش ممكن يبتدي بسؤال الجراف او يبتدي بسؤال اللي هو الاولاني او ده. الاسئله دي بتبقى مضمونه على فكره، بتبقى مضمونه. يعني مثلا هديكم فكره، تعالوا نشوف اول واحده اللي هو which shows provides the best evidence. دي الاسئله دي انا مجمعها مع بعض امثله كتير منها من الامتحانات على اساس نفهم ونحلها بسرعه. ده بيبقى pair question، سؤال مزدوج بيقول لك انت عندك اربع خيارات هنا. مثلا ده بيقول the passage most clearly implies the other people regarded Lady Carlotta as، بيوصفوها بانها كذا ولا كذا ولا كذا. على فكره السات ما بيطلبش منك الكلمه الصعبه. تاني حاجه بيقول لك الاجابه موجوده، انت مش هتدور عليها في القطعه كلها، بتدور عليها من 10 ل 14 ولا 22 23. يعني هنا اربع سطور، هنا سطر، هنا سطرين، هنا سطرين، وهقول لك ازاي ممكن تجيب الاجابه بسرعه. تمام، دي طريقه بنستخدمها. ادي المثال الثاني
as presented at message Mr. Kabali is the best described. نفس الشيء زي السؤال الثاني، مجمعهم عشان نتعلم عليهم والطالب يضمن الدرجات بتاعتهم. الطريقة الثانية اللي هي زي السؤال الثاني اللي بيتكرر in line مثلا 30 كلمة كذا بتعني كذا. ادي السؤال بيجي بالطريقة دي، بيقولك as used line 7 ادي هنا 5 نعد 5 6 7 كلمة challenge بتعني ايه، تحدي دي بتعني ايه، هل دارد ولا required ولا disputed ولا computed، برضو بنتعلم ازاي نطلع الاجابة. نفس الشيء ادي الطريقة as used in line 61، مجمع عن الطريقة دي وليها شرح مفصل لحد ما الطالب يحب نوعية الاسئلة دي ويحب يعملها. ده الجراف مثلا، ناخد فكرة عن الجراف. ادي رسومات بيانية، رسم بياني وبيبقى عليه سؤالين، بنضمن ان شاء الله الاسئلة دي بعد ما بشرح ازاي الطالب ممكن يحلها. وادي مثال تاني، وادي سؤال اخر برضو عن الجراف بيجي بالشكل ده، سؤال تاني جراف بيجي بالشكل ده، وهكذا لحد ما الطالب يتعلم ازاي يوصل يحل بقية الاسئلة. زي ما قلنا دي خاصة بالريدنج. الرايتنج برضو اديكم فكرة عنه، عفوا الريدنج قبل ما نطلع منه، هو بيجي لك اربع بسجات، واحدة ساينس والتانية لتريتشر وبعدين هيستوري وبعدين سوشيال ساينس، تمام؟ عندي رقادة البيانات، انا جايب قطعة هنا من الخان اكاديمي وكوليدج بورد والتريننج باسج، يعني مثلا دي قطعة، مثلا نختار واحدة مثلا جون كينيدي، دي قطعة جون كينيدي، ادي القطعة اهي، ادي الريدنج وادي القطعة دي كده اهي، بتبان على الطالب. انا بشتغل على اللابتوب وبوصله بالتلفزيون، بيبقى سهل مع الطالب ان هو يشوف كل حاجة، مش بيبقى مطبوع على ورق، لان ممكن الورق يكون ايه الطباعة بتاعته مش مظبوطة، وهنا الاجابات بتاعتها بتاعت الاسئلة بتاعت القطعة اللي احنا شفناها جون كينيدي، وبعلمه وبياخد نسخة منها متجاوبة. نيجي نبص مثلا عندي ايه في الريدنج، نبص نلاقي جايب كل القطع اللي خاصة بالامتحانات الخاصة بالكوليدج بورد، هم 8 في عندنا، ادي 1 2 3 لحد 8، وعندي 57 قطعة من خان اكاديمي رايتنج، و 68 خان اكاديمي برضو ريدنج، وامتحانات امتحان نوفمبر مثلا 2018، والباقي بقى ايه موجود على مدار السنين اللي فاتت، كل سنه 3 4 امتحانات وفي اركا برينتون وكده. فمثلا لو بصينا على الامتحان ده على رقم مثلا 3، هوريكم مثلا رقم 3 لو فتحناه، لحظه اجيبه بس على الجهاز. امتحان 3 يعني ممكن نقول عليه مثلا، انا عامل في الاول هنا ده ملخص للامتحانات، ده امتحان اكتوبر، كاتب عناوين الريدنج، قطع الريدنج الخمسه وعناوين الرايتنج، ده امتحان نوفمبر 2018 نفس الشيء، وده امتحان اكتوبر 2018 مارس 2018، وده برينتون، كل ده رايتنج عناوينهم، وبعدين وده امتحان الكوليدج بورد التست الاولاني اسماء القطع، كوليدج بورد 2 الثاني، وهكذا الثالث والرابع والخامس والسادس. عندنا برضو هنا خان اكاديمي، ادي 68 قطعة ريدنج بنحلهم مع الطالب، ووريله ازاي بعد ما بيتعلم طبعا الطريقة في الريدنج اللي انا بشرحها له من قاعدة البيانات، ازاي يحل وباني سؤال يبدأ وازاي يجيب معاني الكلمات. بنبتدي بعدها نحل بعد ما الطالب ياخد المعلومات الكافية. دي زي ما قلنا الرايتنج هنا اللي فاتت، دي كانت الريدنج، ادي الرايتنج نفس الشيء، تمام. وده مثلا براكتس نمبر 4، ده براكس نمبر 3، نفس القطع اللي هي من خان اكاديمي وكوليدج بورد. نرجع لقاعدة البيانات، هنلاقي اجيب لكم بس الشاشة،
لو رجعنا تاني لقاعدة البيانات هديكم فكرة عن الرايتنج. هذا الرايتنج لو رجعنا له كده, الرايتنج بيجي لك ثلاث قطع, ارجمنت وانفورميتيف وناراتيف. لانش نبتدي فيها. في برضو انا عامل هوريزونتال ستادي, الدراسة الطولية, بقول لك في ذا 18 ساب جرامر رولز يو ماست نو, الطالب لازم يعرف ال 18 دول زي السبجكت فيرب اجريمنت براناون reference runs on modifiers parallelism tense fragments and so on commas dashes apostrophe transition combining sentence اسئله الكومبايننج دي الطالب لازم يتعلم عليها ويضمن درجاتها. وفي الاسئله اللي هي الكريتيكالز, مثلا لو بصينا على الراندومسي مثلا, ادي عمليه الشرح بتاع امثله وبشرح حاله ازاي, وبياخد منها كل حاجة, بياخد منها نسخة وبيتعلم السؤال والإجابة لحد ما بيتعلم. يعني مثلا ده الكاما, هنا دي 8 أسئلة عن الكاما, دي الإجابة بتاعتهم, وبشرح حاله ليه هنا حطينا كاما هنا ما حطيناش هنا حطينا وهكذا. تمام. أديكم مثلا, عايزين نرجع للقاعدة نفسها. مثلا دي الفراجمنتس, ادي له فكره ليه الفراجمنتس ازاي بنحلها. ده سؤال عن الفراجمنتس او سنس فراجمنت. In the middle of the night when most people are sleeping while I sneak to the kitchen to eat. بنحلها ازاي؟ كلمه while دي بعمل لها ديليت وهكذا, وبدي له دي مطبوعه على اساس يبقى الطالب يفتكر هو خد ايه وما خدش ايه. وهنا القاعده مثلا بشرح الباراليزم, بدي امتحان عليها, عايز يرجع للقاعدة بنرجع للقاعدة, وهي شرح القاعدة تاني في أي وقت ممكن نرجع لها. ده امتحانات بجيبها طبعا مع كل شرح, بجيب له امتحانات أمثلة وبجيب له امتحانات من الواقع, من واقع الامتحانات نفسها. ده سؤال وده الإجابة بتاعته زي ما شفنا كده. ده سؤال رقم 39, الإجابة بتاعته بدأت على أنسر, بيجيب لي الإجابة بتاع 39 ليه أنا خدت دي, وهكذا في بقية القاعدة. أقول لكم على حاجة تانية, يعني مثلا هنا في الرايتنج, معلش إن كنت بتكلم بسرعة, البنكتويشن فاميلي بتتكون من 7 أجزاء, الكاما والفراجمنت أبوزيتيف كولون والسيميكولون والداش والران أون. كل واحدة من دول بضغط عليها وببتدي اشرح للطالب القاعده بالظبط. وبعد كده بعمل له هوريزونتال ريفيو ستادي اللي هي الدراسه الطوليه, بيدرس كل حاجه لوحدها مع امثله وامتحانات. وبعد كده بعمل له امتحان بنكتويشن تيست اللي هو ده, بقول له ابتدي معايا بقى تيست يا شاطر وابتدي حل. بيضغط على رقم واحد هنا بيشوف الحل هنا واحد, بيرجع له تاني للسؤال او بيرجع للاجابه هنا. خلصنا دي مثلا, دي مثلا الداش اهي, دخلنا على الداش, قعدت اشرح له الداش, خلصت الداش, برجع مثلا كده وبعدين ببتدي اشوف له نخش على دي اللي احنا خدناها 18 قطعه. دي الحاجات اللي هي في الرايتنج اللي هي بتقلق الطالب دايما, اللي ما بيضمنش درجاتها, لكن ان شاء الله مع الحل بطريقه الدراسه الطوليه دي بيضمن درجاتها, زي كومباين الانتسيدنت البليسمنت deleting, يقول له delete ولا add ولا delete, set up example, حط مثال من عندك, word choice, الحاجات دي كلها. مثلا combining لو ضغطنا عليها بيجي السؤال يقول له combine the underlined sentence, نخش عليها ادي السؤال اهو بيجي له بالطريقة دي, which choice most effectively combines the underlined sentence, ادي السؤال من امتحان حقيقي وادي الاربع اجابات. انا بعلمه ازاي يعمل how to eliminate three wrong answers بسرعة, وازاي يجاوب بسرعة. وادي نفس السؤال برضو combine, سؤال اخر نفس الشيء, which shows effectively combine, نفس الشيء combine, يعني لحد ما الطالب او الطالبة يحبوا مسألة combine اهي, which shows effectively combine, لحد ما يفهموها ويدركوها. وادي برضو من امتحان تاني combine وهكذا. أسئلة خاصة بالديليتينج, consider deleting the underlined sentence. الأسئلة دي
طلبه كتير مش ضمنينها، لا ان شاء الله بيضمنوها لانها اسئله سهله. ادي الاندر ديليتنج ذا اندرلاين سنتنس، ادي القطعتين. السؤال الثاني رقم 17 برضه بيقول له ديليتنج، وهكذا نفس الشيء. سبورتنج ادي الديليتنج، وده سبورتنج انفورميشن نفس الشيء. اديكم فكره عن قاعده البيانات. ده مثلا خاص adding and deleting following on the tracks on the following adding deleting the following sense relevance and purpose. ده بيقول له on the side this question look like following، بيجيب له اسئله زي كده بدربه عليها، بقول له انت اما تشوف ايه تحلها بكذا، واما تشوف ايه تحلها بكذا، وامثله من الامتحانات. بيجيب له 2 kept و2 deleted، بعلمه ازاي يحل بسرعه. السؤال ده برضو بيكرر at this point the writer is considering adding، عايز يعمل adding، ويجيب له جملة هنا ويقول له should the writer make this addition here، عايز يضيف يضيف ولا ما يضيفهاش. هنا الشرح ازاي ممكن يقابل نوعية الاسئلة دي. دي طريقة مثلا بيقول له at this point the writer is considering adding the following sense، ويجيب له sense هنا، ويجيب له 2 yes because كذا و2 no because كذا. هيتعلم ان شاء الله يختار، اما يعرف هي يس يبقى قدامه 2، ويعرف انها نو يختار، ويختار واحده من الاثنين، بالتالي هيلغي 2 التانيين. يا اما يس او نو، ايوه يا اما هيقول له 2 كبت و2 ديليتد، عشان يبقى الطالب فاهم هو داخل يحل ايه. باسج اند اد كوتشن، عايز يعمل question. دي مثلا at this point the writer considering adding، عايز يضيف الاربع سطور دول، برضو دول دراسة طولية عاملهم برضو كده، دخلنا عليها هنعرف هو تتحل ازاي. بس اخر حاجة بقى اللي هي ايه الازمنة اللي معظم الطلبة بتلخبطوا فيها، هو السات ما بيشتغلش الا على اربع ازمنة، present simple والpresent perfect والباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس. كل واحده بنخش عليها وبنعرف التفصيل بتاعها بالامثله، وبرضو اشكال من الامتحانات. بعدين في السماء سات جرامر ريفيو، سريع كده، كل واحده من دول يمكن 3-4 صفحات 5 صفحات، بس هم بيزيدوا مع الامثله مع الامتحانات، لكن القواعد بتاعتهم بسيطه. سات رايتنج توبك كونكلوجن مش عارف ايه مثلا، دي سنتنس باوندريز shifts in verb and mood within sentence punctuation sat transition. في بقى 12 tricky sat writing questions: subordination and coordination. Sat writing، ايه اللي في sat writing؟ في topic conclusion and transition. مثلا 12 tricky sat writing questions زي دي مثلا، سؤال بيجيب له اربع خيارات زي ما انتم عارفين، بس فيهم تريك، فيهم خدعه، ازاي هو ممكن يطلع من الخدعه دي. بعد ما بيفكر الطالب وبشرح له، بيكبس على واحد بيجيله الإجابات هنا، إن دي خدت 1-7 مثلا، خدت سي، لو دوسنا على 7 هيجينا السؤال السابع سي، هيعرف سي ليه بعد الشرح، وهكذا. في إيه تاني؟ دي مثلا آخر حاجة، دي قلت لكم اللي هي الامتحانات. بديله قبل الامتحان، قبل ما يخش اي امتحان، مش امتحان يعني، قبل ما يحل يبتدي اي امتحان، قبل ما يبتدي اي امتحان هيعمل ايه. وبعدين دي امتحانات مع الاجابات، دي اسئله مختلفه، والفورمال تيستس اللي احنا شفناها بتاع الكوليدج بورد. مثلا ميسلينيوس تيستس اللي هي مسائل متنوعه مختلفه بقى، عشان ما جبلوش كل حاجه دراسه طوليه، لا اسئله مختلفه هنا، وده سؤال الإجابة بتاعته مع الشرح عشان الطالب ما ينساش الشرح. ده سؤال أهو رقم 21، أنسر 21، وهكذا. وده سؤال مثلا 4، إجابة السؤال الرابع مع الشرح، وهكذا. ده أنا حبيت أوريكم كإيه، إن شاء الله قاعدة بيانات عملتها للسات عشان الطلبة ما يلاقوش، وإن شاء الله نشوفكم على خير. بس
اتمنى اشوف تعليقاتكم على الفيديو، واي اقتراحات تحب تقولوها تبعتوها لي. ان شاء الله كورس انا ببدأه الاسبوع القادم، مدته 3 شهور، 3 حصص في الاسبوع، بيكون الطالب بعدها ان شاء الله مؤهل تأهيل عالي انه يجيب درجات عالية فوق 1400 و1450 ويخش الكلية اللي هو عايزها بكل سهولة ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.